بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا الطلاب، عودا حميد معكم ودرس جديد من دروس الرياضيات للصف الثالث. في البداية يا أبطال، نطلب منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإن أعجبك الفيديو أن تضغط لايك. يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس أن يقدم لكم العدد 4 كعامل. إن شاء الله شباب، في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا على أن أولا يحول النماذج إلى جملة عددية باستخدام التوزيع بمهارة، يحل مسائل حياتية تتضمن التوزيع في الضرب بمهارة، أخيرا وليس آخرا يستعمل خاصية التوزيع في الضرب لحل مسائل حياتية بمهارة. إن شاء الله شباب، لو تمسحون الباركود هذا سأنقلكم على لعبة تعليمية خاصة بجدول الضرب، لعبة رائعة. لو نفتح الكتاب يا أبطال صفحة 123، فقرة تدرب مستقل. هيا يا أبطال، السؤال: أوجد ناتج الضرب، يمكنني استعمال قطع العد أو الصور لمساعدتي. السؤال رقم 9 يا شباب، 4 ضرب 6. لو لاحظنا يا أبطال أنه قسم لي الشبكة التي هي 4 إلى قسمين، قسم في الأعلى وقسم في الأسفل. القسم الذي في الأعلى 2 ضرب 6، والذي في الأسفل 2 ضرب 6. هيا يا أبطال، من يجيب 2 ضرب 6 كم تعطي يا أبطال؟ أحسنتم يا رائعين، تعطي 12. أيضا الاثنين ضرب ستة يا شباب كم تعطي؟ هي 12. طيب لو جمعنا يا شباب 12 زائد 12 كم تعطي؟ هيا اجمع الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات، كم تعطي يا أبطال؟ بالفعل يا شباب تعطي 24. إذن يا أبطال يكون محصلة أو ناتج جمع 4 ضرب 6 كم يا شباب؟ لأن 4 ضرب 6 قسمناها 2 ضرب 6 زائد 2 ضرب 6 اللي هي 12 زائد 12، فيكون 4 ضرب 6 يا شباب كم؟ يساوي 24. أحسنتم يا أبطال، السؤال رقم 10، 4 ضرب 9. هيا يا أبطال، 4 ضرب 9 كم تعطي؟ لو ركزنا يا أبطال سنجده قسمها لنا إلى قسمين. هيا، الشبكة الأولى أو الأعلى صفين، كل صف به 9، فتكون 2 ضرب 9، وهكذا الثانية. 2 ضرب 9 كم تعطي يا شباب؟ أحسنتم يا رائعين، أحسنتم، تعطي 18. والاثنين ضرب 9 الأخرى تعطي كم؟ أيضا تعطي 18. لكن يا شباب 18 زائد 18 كم تعطي؟ نجمع الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات، 8 مع 8 كم تعطي يا أبطال؟ تعطي 16. نكتب 6 ونضع 1 في العشرات مع 1 في العشرات لل 18 والواحد الآخر لل 18، تكون 3، فيكون الناتج 36. أيضا 4 ضرب 9 يا شباب كم تكون إذن؟ تكون 36. لو نتذكر يا أبطال في عندما كنا نأخذ 9 كعامل، نقول أن العامل الآخر ننقص منه 1، أي 4 ننقص منها 1 فتكون 3، نكتبها في العشرات، ثم ننظر كم تحتاج كي تكون 9، تحتاج إلى 6، نكتبها في الآحاد فتكون 36، أو باستخدام العدد 4 كعامل فنضاعف 9 ثم نضاعف ناتجها. أحسنتم يا شباب، السؤال رقم 11، 4 ضرب 8 كم تعطي يا أبطال؟ ها ركز معي، ضعف 8 كم؟ أي 2 ضرب 8 تعطي كم يا أبطال؟ تعطي 16. لو ضاعفنا 16
اي 16 زائد 16 كم تعطي يا شباب؟ هي احسنتم احسنتم يا رائعين، تعطي 32. السؤال رقم 12، 4 ضرب 3 كم تعطي يا ابطال؟ تعطي 12، سواء عن طريق ان انا اقسم الاربعه الى 2 و2 فتكون 3 ضرب 2 و3 ضرب 2 نجمع 6 مرتين، او ان نراجع على العدد 3 كعامل فنقول تكون 4 ضرب 2 و4 ضرب 1 فتكون 8 زائد 4 تعطي 12. ها السؤال رقم 13 يا شباب، 6 ضرب 4 كم تعطي يا شباب؟ 6 ضرب 4، أحسنتم أحسنتم. لو لاحظنا يا شباب هنا أن الأربعة ضرب 6 والست ضرب 4 الناتج لهم هو 24، وهذه كنا نستخرج منها خاصية يا شباب ماذا؟ خاصية الإبدال. أحسنتم أحسنتم يا رائعين. ننتقل يا شباب إلى صفحة 124، السؤال رقم 20، الرياضيات والعلوم، درس ناصر عن الحلزون في مادة العلوم وتعلم أن كل حلزون لديه 4 مجسات، في المساء رأى 7 حلزونات، ما عدد المجسات لدى هذه الحلزونات يا شباب؟ ما الطريقتان اللتان يمكنني استعمالهما لإيجاد الإجابة؟ هيا يا أبطال، 7 حلزونات، كل حلزون له 4 مجسات، إذن فتكون يا شباب أحسنتم 7 ضرب 4 ويكون ناتجها 28، أحسنتم يا رائعين. كنا نستطيع يا شباب أن نقول أن 7 ضرب 4 تساوي 7 ضرب 2 زائد 7 ضرب 2، في الأخير تكون 14 زائد 14 تساوي 28، وهو نفس الناتج. في السؤال رقم 21 يا شباب، مهارات التفكير العليا، وهذا للأذكياء، لكم يا أبطال. رسمت ليلى مخططا لشبكة يتألف من 9 صفوف وأربع أعمدة، 9 صفوف وأربع أعمدة، ما عدد العناصر في مخططها يا أبطال؟ السؤال، وضح لماذا يمكن لليلى أن تستعمل حقائق الضرب العائد 9 وحقائق الضرب العائد 4، هيا يا أبطال، كم تكون؟ أحسنتم يا رائعين، 4 ضرب 9 تساوي 36، 4 ضرب 9 تساوي 36. لكن لماذا يا شباب استخدمت حقائق الضرب العدد 9 وحقائق الضرب العدد 4؟ هي عوامل يا شباب نضرب فيها، فنستخدم العامل 4 فممكن أن نستخدم فيه خاصية توزيع 2 و2، أو نستخدم حقيقة ضرب العدد 9 فنقول أن العدد المضروب في التسع ننقص منه 1 نكتبه في العشرات ثم ننظر كم يحتاج هيكون 9 فنكتبه في الآحاد. إذا نستطيع أن نستخدم حقائق العائد 9 وحقائق العائد 4 لأن كلاهما عوامل في المسألة. في نفس الصفحة يا أبطال عندي سؤال التقويم، السؤال رقم 22، لدى بذور صناديق من الشموع على الطاولة، كل منها يحتوي على 4 شمعات، إذا قامت بذور بالعد القفزي أربعات أربعات لعد الشمعات كلها، فأي قائمة أعداد ستذكر؟ يا ترى يا شباب A أم B أم C أم D؟ ركز، أوقف الفيديو ثم أجب. أحسنتم يا رائعين، بالفعل ستختار A لأنه 8 12 16 20، كل مرة نضيف 4، أما الأشياء الأخرى تجد دائما فيها خطأ، يعني مثلا في C 12 14 لم نضف إلا 2 فهذا خطأ، وهكذا. السؤال رقم 23، لدى ريم 9 علب يحتوي كل منها على 4 قطع حلوى مغطاة بالشوكولاتة، أي عبارة مما يلي تمثل طريقة لإيجاد العدد الكلي لقطع الحلوى في العلب؟ هل A أم B أم C أم D؟ أوقف الفيديو ثم أجب. أحسنتم يا رائعين، بالفعل نختار B لأنه هنا استخدمنا التوزيع يا شباب، 9 ضرب 2 زائد 9 ضرب 2، أحسنتم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. نأتي يا شباب إلى سؤالنا التقليدي، ماذا تعلمنا اليوم؟ بالفعل يا شباب تعلمنا استخدام خاصية التوزيع لتجزئة حقائق الضرب للعدد 4. الواجب يا أبطال حل التمارين صفحة
26، الأرقام 15 و19 و20. مرة ثانية، صفحة 126، الأسئلة رقم 15 و19 و20. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب ودرس جديد من دروس الرياضيات.